ليلة الحلم اللبناني، ليلة كل لبنان، ليلة مساء أجمل سبت بتاريخ كرة السلة العربية. الجمهور اللبناني أحب أنه يرافقهم طوال الطريق براً بحراً وحتى جواً، كل هالشي لأنهم عارفين أنه الضغط كتير كبير على عاتق كل اللاعبين والمسؤولية أكبر وأكبر، فكانوا موجودين معهم حتى لحظة وصولهم إلى ملعب غزير. المدرب غسان سركيس وقبل بداية اللقاء حط النقاط على الحروف، أعطى آخر التعليمات وأعطى آخر حقنة من المعنويات للاعبينه، فأقصى درجات التركيز كانت واضحة جداً على كل وجوه الفريق الأخضر. هذه هي كانت الثواني الأخيرة قبل دخولهم إلى أرض الملعب. روني صيقلي حط كل خبرته مع كل لاعب من فريق الحكمة. النهائي مهم جداً، ومثل العادة الاتحاد هو العنوان الكبير لهالفريق. الجمهور وقت حس انه الفريق الاخضر بدأ يدخل الى ارض الملعب بدأ يشتعل باجمل الصور باجمل اللمحات الفنية يلي ما رح ننساها ولو للحظة واحدة. فالجميع شاركوا بهاللمحات الجميلة والمميزة والصور التذكارية للفريق الصيني والفريق الاخضر. تعلن بدء المباراة وبتعلن اكيد بدء حبس الانفاس بالملعب امام التلفزيونات وبكافة انحاء العالم. فادي الخطيب أول سلة وأول رمية ثلاثية. الجمهور مبسوط كتير، فم شنطف لح يخطي نفس الخطوة. مباراة سريعة جدا على رغم أن المباراة النهائية. الفريق الصيني رح حط كل تقله وكل خبرته للحق بفريق الحكمة. إليم شنطف بيخرق الجميع وبيعطي سلة إلى نجم الارتكاز إلى ياسر الحاج. فالمباراة مفتوحة أمام كل الاحتمالات، مشتعلة كليا سريعة. الجنبين بدهم يفوزوا، الصين هو الأقوى بآسيا، إنما الحكمة هو صاحب اللمسات السحرية يلي ما حدا عم يقدر أبدا إنه يمنعهم من تحقيق حلمهم ولو حتى على طريقتهم الخاصة. فالفريق الصيني كان بدأ يستوعب إنه السانن داي كان مانع عليه إنه يسجل من منطقته الخاصة يلي بتمتد لأمتار عديدة تحت السلة، والنتيجة أكيد 3 نقط لمحمد آشا. وعلى رغم العناد الفريق الصيني فهو رح يستنتج انه أسانن داي ما بيناور عن هالمركز مهما كان السماء. بالمقابل نقطة القوة عند هالفريق هو الفاست بريك، وهو دايما رح يبقى بجو اللقاء من خلال الفاست بريك ومن خلال جيسون وودر وجيمس لي هودجر يلي كانوا العناصر الأساسية بفوز الفريق الصيني طوال رحلتهم بآسيا. بشوف التصميم والإرادة عند محمد آشا، ويلي منه مصدق يسأل غسان سركيس، فالدفاع هو صلب جدا بقيادة الماريشال انداي. ما ننسى انه المتابعة كانت دايما تحت الوان الالعاب الجماعية، التنسيق موجود على الملعب وبمقاعد الاحتياط، والنتيجة انه الفريق الاخضر ما عم يسمح ابدا للفريق الصيني انه يتقدم طوال الشوط الاول، والمدافع المشاكس بيتحول بلحظات الى مهاجم خطر جدا. هيدي هي قوة وسر فريق الحكمة يلي بتميزه عن الجميع. النهاية بتلخص كل الشوط الاول. ديكانس كيتجيون رح يعطي فارق نقطة واحدة لفريق الحكمة ويدخلوا بمعنويات عالية جدا إلى غرفة الملابس. فالمدرب كان عم يدرس كل الوقت الثغرات بالفريق الصيني، وهو رح يعطيهم التعليمات بتسديد الضربة القاضية لإنهاء هاللقاء من بداية الشوط الثاني. فالتيم ورك هو الأساس وهو مفتاح الفوز. بدأ الشوط الثاني وأسانن داي رح يشيل كل الغيوم من سما فريق الحكمة، ولتصير كل الهجمات واضحة جدا عند جميع اللبنانيين. الفرحة بدأت تبين على الوجوه، التيم ورك بيترجم على الأرض بتمريرات سريعة وبسلات متتالية قاتلة. الإمضاء الأول لأسانن داي، وشوفوا محمد آشا اللي هو الأخطر ويلي بيقدم الهدايا لكل رفاقه بكل مباراة من دون أي استثناء. فالاستعراض بدأ وما عاد ممكن لأحد إنه يوقفه. بهجة شدياء كان رأس حربة طوال المباراة النهائية. فادي الخطيب بده يستعرض على طريقته، فغسان سركيس عم يعيش كل لحظة من هاللقاء بشعور ما بينوصف، فهو عم يقود السفينة باسم كل لبنان من كافة المناطق ومن مختلف أنحاء العالم. فليلة العيد رح تتحول إلى مهرجان وطني مع وصول فخامة الرئيس العماد إميل لحود يلي أحب إنه يشارك جمهوره اللبناني نفس الشعور بأجمل المفاجآت، وليعطي بركة جديدة مليئة بالمعنويات العالية إلى اللاعبين. والفارق طبعاً رح يكبر بسرعة البرق.
والرئيس لحود بواكب بحرارة كل رمية وسلة لبنانية بجو رائع ما شاهدوا لبنان من قبل. بهجت شدياق بدوره بده يشكر القوة الدفاعية الهائلة لأسان نداي أفضل لاعب خلال بطولة آسيا. فالمهاجم الخطر جيسون وودرد كان عم بحاول المستحيل للعودة بفريقه بجو اللقاء بليلة كان فيها كل لاعبي الفريق الأخضر أبطال من كافة المراكز، فهن بحولوا هالمباراة إلى ملحمة تاريخية بفوزوا على الأقوى بآسيا بفارق كتير كبير، قطع عتبة العشر نقاط وحول نهاية هاللقاء إلى شو تايم مؤثر، وحول مدرجات الملعب إلى حلقات رأس ودبكة لبنانية. فالكأس هو كأس آسيا والفوز هو أمام أكبر دولة بالعالم أمام 1,200,000,000 نسمة. فالنهائي انتهى على الملعب قبل صفرة النهاية وترك الكلمة الأخيرة للمدرجات يلي اشتعلت كليا. وعلى الرغم كل هالشي كان أسان نداي ما زال عم يودع ضيوف ببيته وكان عم يبعث رفاقه ليوصلوا الدليفري مجانا إلى الجميع. فيلي مش عم يصدق مثل العادة بتروح دايما عليه. غسان سركيس ولو انه بحب الألمان بيحتفل على طريقة لورون بلون وفابيان بارتيز بنهائي كأس العالم. الفرحة ما بقى ممكن انها تنوصف. الرئيس عم يهنئ الجميع وبولس بشارة مين أفضل منه. وأخيرا صفرة النهاية الحكمة 84 لايونينج الصيني 71 نهاية تاريخية وأول فوز لبلد عربي ببطولة الأندية الآسيوية للأبطال. لحظات مؤثرة جدا ما بتعوز أي تعليق. الجميع كل واحد بيعبر عنا على طريقته الخاصة وبيحتفظ فيها إلى الأبد. الحكمة بفوزه على الفريق الصيني بهالفارق بأكد أنه كرة السلة اللبنانية هي حالياً أحدى الأقوى بآسيا وباستطاعتها أنه تنافس الجميع. فشوفوا اللاعبين يلي ما بينسوا أبداً أنه هالفوز ما كان ممكن لولا المساندة الرائعة من الجمهور يلي بيستحق بشهادة جميع الفرق الموجودة ببطولة آسيا أنه يختار أفضل جمهور شهدته ملاعب كرة السلة بالعالم. وأول لقب لمحمد آشا أفضل موزع ألعاب خلال هالبطولة. صار وقت اختيار أفضل لاعب سادس، فمين أفضل من فيكان إسكيتجيون عن هالمركز؟ مشاهد مؤثرة جدا. ديمشانتف يلي بعانق بحرارة فيكان إسكيتجيون بيتم اختياره صاحب أفضل أخلاق رياضية على الملعب طوال هالبطولة وأفضل هداف عن مسافة 3 نقاط وبيتسلم كسان لهالمناسبة. جيسون وودرد هو الوحيد يلي رح يقدر يخرق الانتصارات الحكموية ويفوز بلقب أفضل مسجل. أما أفضل مدرب فكان اللقب لفليتن سيلي من بتروناس الماليزي وقائد الإنجازات اللبنانية بالرياضة صاحب الألقاب العربية والآسيوية غسان سركيس. وبالنهاية من هو الـ MVP؟ من هو أفضل من أسان نداي؟ من هو اللاعب الكامل بكل مباريات هالبطولة؟ الاسم أسان نداي. والفريق الصيني من المرات النادرة جداً يلي بيخسر بخلالها لقب بطل آسيا ليصير وصيف لبطل آسيا. الفريق الماليزي رح يكلل جهوده طوال هالبطولة بالمركز الثالث ليخطف الميدالية البرونزية. وصار وقت إنه لبنان يحمل بالعالي كأس آسيا ليرتفع العلم اللبناني فوق الجميع بأجمل الصور بأجمل المواكبة الشعبية. لبنان بطل آسيا، فبعد ما كان لمرتين بطل العرب
اليوم هو بطل آسيا والخير لقدام. الحلم عم يكبر أكتر وأكتر ومش ممكن بقى لأحد إنه يوقفه.